السلام عليكم. دايما كنا نسمع في وسائل المواصلات بتبقى فيه خناقات، واحد من الركاب جايب القطه بتاعته او جايب الكلب بتاعه او على الاقل خالص جايب النسناس بتاعه وحطه معاه وشغال بيه لعب في القطر او في الاتوبيس او حتى في العربيه البيجو ايا كان. ممكن واحد يحط معاه سمك، ممكن واحد يحط معاه كلب لولو، ممكن يحط مش عارف ايه، ولكن ان حد تبقى معاه تعبان جوه العربيه دي كانت الجديده شويه. اتفرجتش عليها الا في المسلسلات وفي الافلام الاجنبيه وخصوصا الاكشن بتاعتها. طيب الموضوع ابتدى في العمريه، اسره بسيطه مكونه من 4 افراد، الاب كبير في السن والام معاه وبنته والحاجة التانية معاه، كلهم موجودين وركبوا عربيه علشان يروحوا اسكندريه. هما ركبوا اسكندريه من اسكندريه تحديدا من مكان اسمه العمريه، ركبوا كلهم الاسره كلها في احدى عربيات البيجو او التويوتا اللي هي الصغيره دي المقفوله، عربيه مواصلات يعني بتنقلهم من مكان لمكان. باختصار ركبوا العربيه مش متوقعين اللي هيحصل، وهم في الطريق سامعين الراجل بيتكلم في التليفون اللي هو السواق بيقول لواحد بيقول له انا جايب لك تعبان حكايه اللدغه منه بالقبر. الناس مش في دماغهم حاجه زي كده، يعني استحاله يبقى معاه تعبان حاطه على رقبته. المهم الموضوع خلص واتضح من المكالمة ان الراجل ده شاري تعبان، اللي هو السواق شاري تعبان لاحد المشعوذين او الصحراء اللي هيديله التعبان ده في المنطقة اللي هينزل فيها اللي هي المحطة اللي جاية بتاعته، وقال له هنزل الناس اللي معايا وهجيب لك الحاجة او التعبان لغاية عندك. باختصار الموضوع ده اللي حصل، الراجل ما كدبش الكلام اللي هو بيقوله. بعدها بنص ساعة او بساعة التعبان فلت من الشنطة اللي كان الراجل السواق حاطط التعبان ده فيها، فلت من الشنطة نزل من تحت قرص الاربعة توفوا في الحال. الاربعة اللي هم الاسرة الواحدة اللي هم ركبوا علشان يروحوا مكان زيارتهم اللي جاي، الاربعة ماتوا. التعبان ما سابش الليلة دي، لا ده دخل كمان على السواق وقرصه وتوفى برضه في الحال. يعني 5 قتلة بسبب وقعة التعبان أو وقعة التعبان الكبرى اللي حصلت في العمرية اللي على الطريق الزراعي لكفر الشيخ. الغريب هنا في حاجة معينة، إن الناس سمعت إن الراجل معاه تعبان في الشنطة ومحدش اتكلم أو محدش إن هو نوه أو قال أي كلمة كانت. رقم واحد. رقم اتنين، المواصلات العامة دي يا جماعة تمام مع احترامي ليها احترامها وليها أدبها، يعني ما ينفعش أخد كلب معايا ولا قطة معايا ولا عصافير معايا ولا 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 ولا، ما بالك بتعبان. دي النقطة التانية. النقطة التالتة، أنت سامع أو أيا كان الناس اللي سامعة عن الصحراء أو الشعوذة أو الناس المشعوذين اللي هم بيستخدموا سم التعابين أو أسنان الكبرى إن هم يعملوا حاجات معينة في السحر والشعوذة. الساحر يقتل مهدور دمه، معروفة والأمر منتهي. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشتغل في مواضيع السحر والشعوذه والحاجات دي اللي هو بيأذي بيها اخواتنا من الناس، اللي بيبعد بيها زوجين، اللي بيبعد بيها حبيبين، اللي بيقرب بيها مش عارف ايه، اللي بيعمل حاجات كتيره قوي بتحصل فيها. ولكن الموضوع ده اللي هو حصل اللي هو انتشر تاني في الفتره دي، الموضوع ده على فكره حصل من شهر او اتنين يعني، ولكن السوشيال ميديا رجعته تاني تتكلم فيه والموضوع اخد اكبر من حيز ليه، لانه الموضوع فعلا مؤلم ومؤثر ومثير في نفس الوقت، ان هو 5 افراد يموتوا عن طريق تعبان الكبرى ويسموا الموضوع ده كله وقعة الكبرى في كفر الشيخ رحمة الله عليهم. ونتمنى ان تبقى في قوانين رادعة للحد ما ياخدش معاه حيوانات وخصوصا في المواصلات العامة. السلام عليكم.